هذا الحبيب. الحلقة السابعة، وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مضي 3 أيام أخذ عبد الله عروسه آمنة وارتحل بها إلى قومه، وبعد أيام تجهزت القافلة لرحلة الصيف التي كانت متجهة لبلاد الشام، فاختاروا فيها عبد الله العريس كي يكون في القافلة مع بعض إخوته. ودع عبد الله عروسه آمنة بنت وهب، ولم يكن عنده علم أنه لن يراها بعد اليوم أبدا، ولم يكن عنده علم أن آمنة قد حملت له بطفل هو حبيب رب العالمين وخير خلق الله أجمعين. ودعها عبد الله ثم انطلق مع القافلة إلى بلاد الشام. بعد أشهر رجعت القافلة وليس فيها عبد الله، فسأل عبد المطلب: أين عبد الله؟ قالوا له: لا تقلق يا شيخ مكة، تركناه عند أخواله في بني النجار في يثرب، فقد أصابه بعض المرض، وعندما يتعافى سيرجع، تركناه هناك، فلقد خفنا عليه من مشقة السفر. نظر عبد المطلب إلى ابنه الكبير الحارث وقال: يا بني، انطلق على الفور إلى يثرب وأحضر عبد الله ولو في هودج. والهودج هو مثل الخيمة التي تكون على ظهر الجمل تحمل النساء في السفر. فلما ذهب الحارث ووصل يثرب وجد القوم في عزاء، فسأل عن أخيه، فقالوا له: قد مات أخوك عبد الله وذلك قبره. فوقف عند قبر أخيه وبكى حتى أفرغ حزنه بالبكاء عليه، ثم رجع إلى مكة وأخبر أباه، فكانت الفاجعة، وضجت مكة وقريش لهذا الخبر. سبحان الله، قبل أشهر يفدى 100 من الإبل، وبعد شهرين يدركه الموت، ما السر في ذلك؟ حتى يخرج من صلبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزنت مكة كلها على وفاة عبد الله، وكانت آمنة قد حملت بهذا الطفل المبارك الذي سيكون رحمة للعالمين. لم تكن تعلم آمنة أنها حامل، لأنها كانت صغيرة بالعمر، ولأنها أول مرة تحمل. تقول آمنة: لم أعرف أني حامل إلا أنني أنكرت حيضتي، أي انقطع عنها الحيض. فلما كان الشهر الثاني من وفاة زوجها عبد الله، رأت رؤيا، هتف هاتف في أذنها وهي نائمة.